دكتور ماما بتقدم لك دليل لمجموعة من الرجيمات الصحية عشان تختاري منها اللي يناسبك. ممكن تجربي رجيم اللقيمات لو عاوزة تخسي من غير حرمان، أو رجيم دوكاو لو عاوزة نتيجة أكيدة، وممكن تجربي رجيم دكتور عزة الجوجري عشان تخسي 8 كيلو في شهر، وده رجيم مناسب وصحي لفترة الرضاعة. ولو حامل بقى جربي الرجيمات دي، اختاري الرجيم اللي يناسبك وما تنسيش تقولي لي على نتيجة.